أنا أبو محمد أنا بحسدها شيرين هسكيل، أعطيتها فرصة لها ساعات كرومت على الكنابس وما أعطتنيش فرصة على ربط البيوت بالكهرباء على الكرومت. لا حاجة لاستعمال الحشيش حتى تستمتع بعروض الكنيسة منذ تشكيل الحكومة الجديدة. هذه المرة أشعل قانون الكنابس صراعا جديدا بين المعارضة من جهة والائتلاف الحكومي من جهة أخرى بعد تمرير قانون استخدام الكنابس في القراءة التمهيدية. منصور عباس، يبدو أن الإسلام كذلك عبارة عن مسألة مساومة. أنت تدعي أنك رجل متدين، قبل أسبوعين قلت أن هذا القانون يتعارض مع الإسلام. ووصلت رائحة الكنابس إلى مجلس الإفتاء الإسلامي بعد أن طلبت القائمة العربية الموحدة منه تقديم فتوى في القضية. فالمجلس الإسلامي بات مرجعية للكنيسة الإسرائيلية منذ دخول القائمة العربية إلى الائتلاف الحكومي، ما حذرت منه أوساط إسلامية داخل مجلس الإفتاء بأن رائحة كريهة تشتم من القضية وصفة إياها بالسابقة الخطيرة. اليوم بين أيدينا قانون آخر يتحدث عن استخدام الكنابس أو مشتقاته، يتحدث عنه كاستخدام طبي وفقط طبي. فمن ربط البيوت داخل البلدات العربية بالكهرباء حتى قانون تعويضات البطالة للمستقلين، خلافات فصراعات بين العرب داخل الكنيسة، فمن يجمع شملهم بعد أن كانوا مرة أصحاب نفس القضية؟ وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي في 24 نيوز أدهم حبيب الله. أهلا بك أدهم. يعني أدهم، بداية، لماذا يثير هذا القانون وتصويت القائمة العربية الموحدة عليه الجدل في الشارع الإسرائيلي؟ ورئيس الكتلة يقول أنه لجأ إلى دار الإفتاء الإسلامي للحصول على يعني إفتاء في هذا الموضوع. وماذا عقبت دائرة الإفتاء في إسرائيل؟ قالت يعني بأنه بداية، إذا ما عدنا إلى الوراء وإلى المحطات التاريخية، استعمال القنابس الطبية لأغراض طبية يعني هو متاح شرعا، وهناك فتوى بهذا الموضوع، وبالطبع فقط لأغراض طبية، يعني لأمراض معينة، وهذا الأمر متداول يعني ومعروف، وهناك فتوى في هذا الملف. تتزامن هذه القضية بالطبع مع وجود الحركة الإسلامية المتمثلة بالقائمة العربية الموحدة في داخل الائتلاف الحكومي، ما يثير في مثل هذه المواقف بالطبع غضب الطرف الآخر الذي يحاول في بعض الأحيان اقتناص فرصة بالطبع من أجل إعادة يعني أو لربما المناكفة السياسية في مثل هذه الملفات، وهذا ما يحدث في أروقة الكنيسة حاليا وفي كل ملف، ليس فقط في الكنابس. إذا عدنا إلى الوراء كانت هناك قوانين عرضتها القائمة المشتركة الأخرى داخل الكنيسة، عرضتها القائمة العربية الموحدة، وقوانين أخرى تتعلق أيضا بخدمة المجتمع العربي، وهذا في إطار المناكفات السياسية التي تحدث داخل أروقة الكنيسة. ولكن اللافت للنظر في هذه القضية بأن دائرة الإفتاء أصدرت فتوى واضحة بهذا الشأن، وقالت بأن هناك لعبة سياسية تحدث، وهي تحويل ملفات الكنيسة أو القضايا السياسية في إسرائيل إلى دائرة الإفتاء، وهذا لربما لعبة خطيرة قد تكون مستقبلا في كل قضية لربما قد تتعلق بقضايا مدنية وسياسية، قد تحول الحركة الإسلامية الجنوبية هذه الملفات إلى دائرة الإفتاء من أجل أخذ رخصة، من أجل مزاولة عملها السياسي داخل هذا الائتلاف الحكومي في العديد من القضايا. وهنا تكمن خطورة الأمر، ليست القضية تتعلق بالكنابس، الكنابس هي قضية لربما ترتبط بأمور طبية صحية، وهذا بالطبع لكن هناك تساؤل اليوم للشارع، لماذا لم تعترض هذه الكتلة عن عدم المشاركة في التصويت؟ فهو حق لأي كتلة نيابية عدم المشاركة. بداية هي صوتت بالقراءة التمهيدية، يعني دعينا نوضح الأمور، القائمة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة المتمثلة بالحركة الإسلامية الجنوبية صوتت بالقراءة التمهيدية وقالت إنها ستنظر، ونحن بالطبع تنظر بالقراءة الأولى والثانية على أن يتم تعديل، وهذا واضح يرتبط أيضا بأزمة الحكومة ولربما إسقاط الحكومة في العديد من القضايا، ولذلك يعني تقديم أو التصويت في مثل هذه الملفات لربما يقابله أيضا تصويت في قضايا أخرى تريدها القائمة العربية الموحدة. ولكن ليست هذه القضية كما قلت، اليوم دائرة الإفتاء الإسلامية في إسرائيل
إسرائيل أشارت وحذرت من استغلال الكنيسة كمنصة من أجل تحويل دائرة الإفتاء لمفتي في العديد من القضايا السياسية المتعلقة بسياسة الحكومة الإسرائيلية. منها على سبيل المثال ممكن القول بأن الحركة الإسلامية قد تستغل في بعض الأحيان لربما قضايا سياسية القصف على غزة على سبيل المثال وتقول نحن جزء من الائتلاف الحكومي لربما نصدر فتوى وهذا ما تحذر منه كسابقة خطيرة خطير. لربما تتعلق بقضايا الأسرة تقول نحن كحركة سياسية أو كجزء سياسي نعمل داخل القبة البرلمانية نحن لا نتدخل بالأمور المتعلقة بالقضايا الفلسطينية أو الصراع في المنطقة لكنها لا تمر إلى الشارع العربي هي لا تمر. موجة سخرية عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي وأنا نحن افتتحنا التقرير ليس فقط يعني بهذه القضية انظر يعني على سبيل المثال تقدمت القائمة المشتركة بطلب تمد البيوت العربية والمنازل العربية بخط الكهرباء. القرى العربية تعاني من الفقر وأيضا من البنى التحتية السيئة. صوتت القائمة العربية الموحدة ضد الاتفاقية مناكفة وأيضا بالقائمة الأخرى ولذلك يعني هناك حالة من السخرية عندما تصل إلى قبة البرلمان لتحديد عملك البرلماني وتقديم خدمات للمجتمع العربي عليك أن تتعاون حتى وإن كنت من الائتلاف الحكومي ولكن ما يبدو واضحا ليس فقط في قضية الكنابس هناك نوع من المسرحيات تحدث في البرلمان وعلى حساب المواطن نعم كلام المعارضة من الائتلاف ولكن في كل يوم أو يومين على الأقل نحن نشاهد يعني جوقة جميلة سيمفونيات يعزفها إن كان ذلك من المعارضة من الائتلاف الحكومي من العلمانيين أو المتدينين شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي 24 نيوز أدهم حبيب الله